قاعدين بالحراقات سمعنا صوت قوي، صوت مثل الانفجار، ما عرفنا ايش هو، يعني ما لنا متوقعين انه قصف طيران. شوي سمعنا الطيارة، اخذ هذا الوقت 5 دقائق 10 دقائق، رجعت قصفت مكان قريب منا، عرفنا الطيارة. صارت اضرار، غير اضرار بشرية، اضرار مادية ما بتحصى، يعني بتوصل 200 مليون، 250 مليون، وما كان حدا متوقع. يعني نحن اسمنا بمناطق آمنة، مناطق تابعة على درع الفرات، طيران يقصفنا، وأكبر دليل على أنه طيران روسي 100%، ما حدد هدف، موجودة أكثر من 3 طيارات. وبشكل عام هون حراقات موجودة، يعني مجمع ترحين تقريبا شيء 1000 حراقة. ضربنا هون من 8 ضربات ل9 ضربات، 9 ضربات ما انضربوا إلا الحراقات المشتغلة، وين بي حراقة مشتغلة انضربت. يعني عندهم إخباريات أكيدة، شلون طيارة استطلاع ما بعرف، بس انضربوا الحراقات المشتغلات. مازوت ما بقى يجينا خالص نهائيا، ورح نشاهد ارتفاع اكثر واكثر، ورح يستغل هلا بناس بقول لك انه عم يجينا مازوت اوروبي من تركيا. المازوت الاوروبي من تركيا لو ما هو موجود المازوت اللي موجود حاليا بترحين، رح تلاقي اسعاره فوق ال 125 الف و 130 الف.